وافق مجلس الشورى خلال جلسته الاعتيادية الأسبوعية برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب والذي يهدف لمنع ترشح قيادات وأعضاء في الجمعيات السياسية التي تم حلها بموجب حكم قضائي لمخالفتها الجسيمة لأحكام الدستور وقوانين المملكة، وكذلك منع أي شخص تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية وذلك لتحقيق الصالح العام. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، مبينة أنه يسعى إلى كفالة حق التقاضي بتوحيد أسباب الطعن بالتمييز سواء كانت صادرة عن محكمة الاستئناف العليا المدنية أم الشرعية أم المحكمة الكبرى المدنية أم الشرعية بصفتها الاستئنافية.